السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع منقص. المقطع هذا كذا مكون يعني من بوستر تحقيق، بس اكثر تحقيق في قفطات اسطوريه يعني بتعجبكم مره. لا تقصروا بالدعم، نبغى نوصل هذا المقطع 20,000 لايك. تقدرون تستمتعوا في المقطع. يا ساتر، لازم نصوت هذا اولا. ثانيا حامل. خالد فاش اسمه الاوتو طيام وينك؟ انا اللي مصلح النور وما حد عندي. انك امبوست كلاش طيام شفته؟ ما عندي احد كلاش. وينك؟ لا 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 انكساري. ياكل ياكل يا سامي. يا كنت اسوي خلونا نكمل. تمام خلونا نكمل. انا وقت التصويت بالضبط كنت ورا خالد، توني بدخل الاوتو وجت تصويت. انا توني ما خلصت. دخلت ادمن كان شادو موجود، جيت ابطع لقيته عند الباب. خلونا نترك التحقيقات على جنب. حلو اوكي. نحكم باشكال الشخصيه مثلا، يعني شوفوا في وردتين بوسترين، واحده منهم ملطخه بالدماء. والله عليه قلنا في واحد معنا حاط راسه شيء دايري. اقول اصبر 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 خالد. انت سلوم معك ما شفت كنت تسوي هو كان يسوي مهمه. انا توني داخل انا وكلاش كنا في الادمن وشادو كان برا صد عادل وشو تاج حقك هذا مشكله من البوستريه. انا تاجي خالد. انا تاجي تاج واحد سبك حاله نفسه. خالد خالد حيال قاعد يدور اي واحد يبي يطلعه. يا عيال خالد اذا رمى على احد هم بوستر من جد. يا خالد كان في الوبن ضحوته. شوف اتوقع ان خالد وسلم اخذ العلم. لما في احد كانك نادي قاعد تبري نفسك عشان تصوت. ايش فيه؟ يلا القمطيه انا القمطيه. منهم انا يقول ويلكم يلا بقتلكم. وات از وات. حط ميوت. دبل يا ساتر. انا اقول خالد لانه دائم يكتب بس بصراحة. ضحك خادم بوستر. خذك ثقة. انا طالع شفت زر الريبورت بالكافيتيريا اللي محت القاتل بس ما شفت لابس لبس اسود. طيب شو اسمه من وين طالع بس؟ من الوبز مسوي داونلود. الزبده لابس لبس اسود القاتل. على خالد وصوت علي. انت الاقرب. خالد محمد كيم ساس وبكس بي مح. اوكي طيب كيو برين ذولي دبل كل. سؤال لا كل واحد منو بس بتكلم عشان ماني متكلم بعدين. انا ابري من ذي القتلة خالد. شكرا. سلام. انا نفسه جيت بصلح مع الكهرب خلصه رحت اللوك. انا ما اظن شيء. واحد فاتح سلام ترانزيت واحد منهم. اي انا دخلت ميد بي كنت بشوف كان في قتلة ولا لا. انه شفت فنت ما جيت. واضح انه كان في فنت وكذب مكانه. ترى انت حاقد على يا ريان. دمار اسود. يا ساتر دول. خالد انت شفت شيء؟ لا لمبه طافيه. انت وين كنت خالد؟ لمحتك اظن لمحتك عند السترج. حلو. الجثه وين؟ في جثتين. انا اعرف اماكنهم هم الاثنين لان شفت جثه اولى وشفت شيء ثاني. ابي اللي جهه اليمين تذكر اني اعرفه. في جثتين في اليمين بس مو نفس المكان. سيب النافيجيشن وجثه في الادمن. اللي ذبح في الادمن فنت للادمن وقتل ثم رجع لما طفت اللمبات. شوف حلو. اسمع خلنا نظم. انا تارك كلاش بقى. وترانزيت في النافيجيشن. سؤال ما في سؤال. انت بتطلع الحين ببرر. اخلص طيب قبل اطلع ببرر بس الحين اللي يبيع عيال يعني في ستوريج مع ترانزيت في النافيجيشن. خلنا نصوت على ريان ولا ما تقنعوني. انا صوت على ريان لانه يتهمني من اليوم. كلاش ما اتهمتك ولا جيتك يا عيال. طول الجيم تتهمني ريان على اتهامك هذا لي. انا بصوت عليك مع اني انا كلاش امبوستر. وصدقني اخوي احس اخوي خالد ما ادري. حلو كالعاده طلعوني انا السلق. اثنين امبوستر القموا ايزي. خالد ما تشوف بالله يا اخي. عندي تحدي بقدر اسوي ريبورت. لا يا اخي ابني. وانا شو اقول لي ساعه.
جيمز ترانزيت ترانزيت جاي من هنا ترانزيت 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 شباب عارف القاتل الثاني غير ريان يعني طيب صوت على ترانزيت ها لا دقيقة دقيقة أنا صوت لا 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 اسمع 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 ريان خلوا ريان يفوز يا اخوي عيال كراش قتل قدامي شاد كاذب والله لا تخليني لا 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 وش اللي والله لا انا بصوت عليك كلاش معليش نعم انا اصدق ريان انا قاعد مع ريان طول الوقت كلاش مرة ثانية فل كوميونيكيشن قبل ما تسوي ميتنج صح ايه بتصلحون ولا شلون صلح يا اخي نقتله امبوس يا اخي قوي تسكات يا شباب تسكات سووها لا يا بعروس لا ما عندي يا ليل احمر شدو السلام عليكم شباب كيف حالكم؟ عليكم السلام خالد امكانك؟ توني طالب من الكتريكال الان استرج ريان الكتريك مصطفى استرج عبي بنزل شدو كمعي ادمن ياب محمد جيمز الكتريكال كلاش شباب بدون اي نقاش صوت على شدو اول شيء كذا في مكانه ثاني شيء ثاني شيء هو الوحيد اللي كان في الجهه اليمين وجيت لقيت شدو انت قول لي في الادمن انا كنت في الادمن انا كنت في الادمن اه توني دخل الادمن من الشيل اللي انت قابلتني في النافيجيشن طيب قابلتك في النافيجيشن وكان طاف الكهرب تركتك ورحت الادمن قعدت في الادمن اول ما رحت يمين لقيت ما رحت تحت يمكن كنت داخل النافيجيشن ونحشت انا لانك توك داخل علي كان حتى نزلت تحت على طول الكول داون تو ما خلص فنحشت ورحت الجثة في المكان اللي قابلتك فيه نافيجيشن عند النافيجيشن طيب ليش تقول نافيجيشن مستحيل انا اقول لك انا زرت تحت لل سلو انا وشادو كنا نافيجيشن طيب شادو انت شفتني صح انا اقول لك شادو رجع لي يوم طفى الكهرب يا سلوم اصبر 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 سلوم انا قاعد اقول لهم يعني يوم سالت على الاماكن اوكي نظن خالد كذا شباب 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 اوكي تفضل سلوم لانك انت اللي مسوي ريبورت قل لي عندك طيب قل اللي عندك انت قل لي عندك انت قل اللي عندك عشان انا برضو اكد او لا شباب كلاش القاتل شباب سلوم القاتل يا عيال شفتي بس اصبر اصبر ما في شيء اسمه اصبر اصبر دخل بنت اصبر اصبر ليش 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 قال عندي كلام قلها بعدي ليه عشان اذا قلت كلاش قاتل يقول لا انت القاتل ثاني شيء انا كنت اسوي مهمه ال طيب خلني اكمل كلامي لو سمحت اول شيء ان كنت امشي نافيجيشن وكان معي خالد اوكي اول ما طفت الانوار شفت خالد في الزاويه عند ذيك اللي تدفها ثلاث اربع مرات اللي زي الصاروخ او اول ما اشتغل كهرب فجاه اشوف جثه خالد عند باب النافيجيشن واشوف اللي داخل الفنت ابيض خلصنا ايه طيب النافيجيشن الاقي جثه خالد طايحه سلم ليش ما صورت طيب تبي لا لا بصور شلون دخلت بنت وصوت انا شلون ايوه خلاص يلا حبيبي البصر اللي ما عليكم الله يخدم اللعبه جي 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 كلاش بصر فاشل انت سمحت الميت ميوت يا الميت ميوت لو سمحت انا اقول يا عيال ما دام معين بوستر فاشل يريحونا من الدنيا دي يا عيال ايه شو 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 البجاحة خالد ولا كلاش كلاش تكتك قدامنا كلاش مسلوم ضحك صح كلاش كيف ابو ريان يفوز اليوم سلوم غير اني ابي يفوز صديق يا سلوم انت غدرت بخويك عشان فوز كلاش $20 البيبال اصوت عليه وي احات بيبالك انا اضل مقطعك من قبل اكيد صوت عليه بس الاغراض المريض نعم
انت تكتب اخوي يلا صوت على بعض. لا هذا خلاص خلاص انا قاعد احول السلوم خلاص خل جيمي خلاص يبي يصوت اي شيء. لا عبيط الطاوله انا ثواني جاي شباب اكتب الكلاش. ها هذا لا تحرك ايوه يا شباب انا مو تنقلع مو لعبتك تعجبني.